Je suis très 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 contente d'être ici et je remercie beaucoup le Maroc et Saïd de pouvoir participer à cet échange. J'ai rencontré des gens vraiment très intéressants qui sont dans un travail très personnel, avec des processus très personnels. Et c'est vraiment quelque chose de formidable de pouvoir participer à ce genre d'événement. Je n'étais jamais venue au Maroc avant, donc je suis très contente d'être là. Et franchement, c'est vraiment une très très belle chose de faire ça et de pouvoir faire ce partage, de pouvoir travailler ensemble. موجودين في مشغل الحفر، اذا كاين اللي كيشتغل على الزنك، كاين اللي كيشتغل على النحاس، كاين اللي كيشتغل على الخشب، كاين اللي عنده تقنيات جديده بحال هاد الفنانه اللي هما من فرنسا واسبانيا على الكرتون. يعني دائما كاين ديك حب الاستطلاع عندنا، وكاين واحد العلاقه اخويه وواحد المحبه كتزرع هنا وكتنشا بين الفنانين. Feliz porque es una oportunidad increíble, tanto por lo que es el espacio donde trabajamos como por poder compartir con artistas de otros países, que es lo que me parece que es muy interesante, poder compartir con artistas de Siria, de Italia, de otros lugares. Faccio prevalentemente incisione in maniere molto distinte, sia tradizionali che sperimentali. Ed è la mia prima volta in Marocco. Sono contentissima di essere stata invitata dal Festival di Assilah. È un'esperienza magnifica sia per conoscere degli altri artisti internazionali sia per conoscere la cultura marocchina, che io ho sempre amato molto molto. Grazie. Esta edición yo voy a trabajar creando un biomaterial a partir de papel, combinando con algas, con diferentes materiales, y este trabajo luego lo vamos a llevar al taller de niños con Kautar, que ya hemos trabajado anteriormente, y la idea es un poco presentar un proyecto sostenible, ecológico y para de cara al mundo futuro, que se puede trabajar con materiales de desecho y de, bueno, de recuperación. Ismi Fer
فردوس فريكي على العمر ديالي 13 سنة. كتعجبني الورشة بزاف بالنسبة مقارنة مع الأعوام الماضية وهذه الأعوام هذه، صراحة حسيت براسي عرفت بزاف ديال الحاجات، وبالفضل ديال الأستاذ محمد سفيان صغير وأستاذ كوثر شريكي كنشكرهم بزاف. شكرا. اسمي رؤية، كنقرا في المستوى السادس ابتدائي. مني كنت صغيرة وانا كنجي لهذا الرسم هذا وكنشاركوا بزاف ديال الرسومات اللي كنرسموهم من طرف الأستاذة كوثر. كتعلمنا بزاف الأشياء من تدرج الألوان، الرسم بالصباغة ورسم بقلم الرصاص والألوان خشبية ولبنية. سميتي آية بنعمة، فعمري 7 سنين، وهي تتقنى داكشي جميل. تتقنى نرسمو بعد ما بات، نرسمو السماكات بعد ما بات، نرسمو السما بعد ما بات، نرسمو شجرات. أستاذة كطينا بزاف المواضيع كيعجبوني، وكاين شي بعض المواضيع كنحال فيهم ولكن كنتعلم شوية بشوية. بونجور، انا سميتي نجمة الكعبوري وفي عمري 16 سنه. انا كنشارك في الورشه ملي كانت عندي 6 سنوات، وتفحل لي تقولوا كبرت مع استاذه كوثر ومع الفن ديالها اللي علمتنا هي. كل عام كنشوف التطور ديالي مع اللوحات ديالي مع كل سنه. كل فتره وتكرس استاذك تعلمنا اي حاجه جديده، ومع المشاركه ديالي اللي نفعتني في بزاف الحاجات في المسيره ديالي الفنيه. تعرفت بزاف الناس و حسيت بدا اكسبيريونس اللي هما واعرين. ات واز ريلي فان بان نكون بارت من هاد الفاميلي ديال الرسم في اصيله. هاد الموسم كيعطينا فرص رائعه ودائما وي لوك فورورد تو ات. هاد العام دابا حنايا في الفتره الخريفيه، وان شاء الله نخرجوا لوحات جدادين باش الناس حتى هما يشوفوهم ويشوفوا بانه اصيله عندها فنانين جداد وصغار، ان شاء الله يوصلوها لواحد البلاصه اكثر من الفنانين الكبار اللي وصلوها، وحنايا في طبق التطور ديالنا ان شاء الله. Thank you. Thank you.
مرحبا.